الاسطوانات افضل ولا الكتب؟ لا اسطوانة. ليه؟ هتجتمع بس مش حلو. اسهل؟ اسهل. بس دي مش هيبقى عليها لعب، ده هيبقى عليها مذاكرة برضه. انا نحل فيها برضه بس مش هنحل زي الكتاب. ايه الافضل؟ كتب، عشان العيل اللي يقرا فيها يكتب كده احسن. يعني انت تفضلي ان هو يكون مش شايفه مثلا ان الاسطوانه دي هيكون فيها تقدم اكتر؟ لما بنستني زي كده لازم يعني الكتب اللي احسن. الاسطوانات طبعا اسهل بكتير، الاسطوانات اسهل بكتير، هيبقى كل المعلومات محفوظة في مكان، غير الكتاب ممكن يتبهدل يضيع يتقطع. تخلي مثلا الولد يذاكر او يقرا او كده، الاسطوانات هيسمع بس، مش لازم يبص برضه يقرا علشان يعرف الكتابة والحاجات دي. ممكن في ولاد بيبقوا يحبوا يعني يكتبوا، يسمعوا نفسهم بالكتابة، فالكتابة مهمة جدا. يعني ممكن يحطوا الاسطوانة دي في الكمبيوتر ويقعد يراجعوا عليها الدروس، هتبقى ممكن تكون افيد، يعني حاجة كويسة. والكتب تتلغي تماما؟ لا، يعني فيها كتب ما بتتحطش على الاسطوانة طبعا. محتاجين امكانيات اكبر من كده، يعني هيبقى محتاجين الفصل الدراسي نفسه يبقى اقل من 40 واحد في الفصل. بصراحة الاعداد اللي احنا بنشوفها دلوقتي في 40 و60 ده كتير قوي، فاحنا يعني محتاجين حاجات كتير، تغيير طبعا الكمبيوترات، ان يعني كل طالب محتاج الكمبيوتر يبقى ليه لوحده، فانا شايفه ان الموضوع هيبقى صعب شويه. مش كل بيت فيه كمبيوتر، هو يلغي الكتب المدرسيه ويستعمل الكتب الخارجيه، لان احنا كده كده بنستلم كتب المدرسه وبنشتري كتب خارجيه، وكتب المدرسه ما حدش بيفتح كل الشغل في الكتب المدرسيه والكتب الخارجيه، فهو يوفر المصاريف بتاعته ويوفر دعم الدوله ليها، وخلينا كده كده بنشتري الخارجيه دي، احنا بنشتري ويوفر دعم الدوله للكتب المدرسه. الاسطوانه هتبقى احسن. ليه؟ عشان هتبقى على الكمبيوتر، بدل ما الكتاب مثلا ممكن يضيع ممكن يحصل حاجه، الاسطوانه تبقى عارفين مكانها ونحطها على الكمبيوتر، تبقى سهله يعني المذاكره فيها. يعني انت بتفضل ان هو يتعلم على الاسطوانه؟ طب والكتاب؟ مش مشكله الكتاب. وفي المدرسة هتعمل ايه؟ المراحل التعليمية مش محتاجة تدريب، ولا انا هروح هاخد منهج على الاسطوانة من غير ما اكون جاهز، مثلا مجهز الاولاد هيئ لهم اماكن، لازم يهيئ لهم اماكن، لازم المعلومة تكون متوفرة للطفل، هيتدرس ازاي السنة الجاية؟ هل هو عامل حاجات دي؟ نسأل وزيرة القوى العامة، وزيرة التربية والتعليم.